والآن مع النشيد الوطني، فلنقف وقفة احترام لهذا النشيد ديالنا. والآن أيها الحضور الحبيب والكريم، مع كلمة للسيدة رئيسة المجلس الجماعي السيدة الدكتورة فاطمة الكحيل، فلتتقدم مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس الدائرة، سعادة قائد عرباوة، السيد خليفة القائد، السادة أعضاء المجلس، أيها الحضور الكريم، أيها الضيوف الكرام، أيتها العرباويات، أيها العرباويون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم بعد يوم، سنة كاملة، وقد وعدناكم من هذا المنبر وقلنا لكم، لا نقول لكم وداعا بل نقول لكم إلى اللقاء، وها نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضافر جهود الجميع من مواطنين ومواطنات وسلطة محلية ودرك ملكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة، نلتقي فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أرحب بكم في هذا المهرجان في نسخته الثالثة، الذي نتمنى نحن كمجلس رئاسة، أعضاء، مكتبا وإدارة، وأطلب منكم تصفيقات حارة على إدارة المجلس وتصفيقات أحر منها على المجتمع المدني الذي لولاه لما نجحنا في هذه النسخة. المجتمع المدني، كل الجمعيات واحدة واحدة، كل واحدة باسمها وبصفتها، شكراً لكم على المساهمة من قريب أو بعيد، بالقليل أو الكثير، لأننا نعتبر في المجلس أن هذا المهرجان هو مهرجاننا جميعاً، مواطنين ومواطنات، منتخبون وسلطة محلية، كلنا نفخر بتنظيم هذا المهرجان الذي تتميز به عرباوة. عرباوة هذه السنة الذي أردنا لها شعارها عرباوة تاريخ وتراث. هذا التاريخ وهذا التراث الذي نعتز به جميعا، لأننا نريد أن نساهم في التنمية المحلية تلبية لإرادة مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. إذن باسمكم جميعا أتمنى أن تتمتعوا بسهرات ممتعة،
لا أريد أن أختم كلمتي دون أن أطلب منكم تصفيقات خاصة حارة على الخيالة بفرسانهم، بمكاحدهم، بسروجهم يعني التي تخلد التراث الأصيل، والذين هذه السنة جاءون من كل مناحي جهة الغرب شراردة بن حسن. باسمكم أهلا وسهلا ومرحبا بهم فوق تراثي، فوق تراب عرباو. وما أريد إصلاح إلا ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأعلن الدورة الثالثة لمهرجان عرباوة تحت شعار عرباوة تاريخ وتراث قد فتحت، فلكم الدورة.